السؤال التاسع واللي يعتبر يعني استكمال إلى فكرة السؤال اللي قبله، إنه بس يبغى يعرف إنك قادر على إنك تحدد مساحة الشكل كامل، ولما أعطيك منطقة معينة، يعني أحيانا أعطيك 0.7، كم المساحة اللي أعلى منها؟ كم الاحتمال؟ كم الفرصة؟ طيب الاحتمال أو الشانس هو نفس البروبابيليتي وهو نفس الأريا. طيب يعني الحين الأريا هذه كلها 0.7، من وين جبت أنا 0.7؟ موجود من هذه النقطة إلى هذه النقطة 0.7. طيب طبعا ارتفاعه 1، هو يعني المساحة 0.7 ضرب 1 تبقى 0.7، يعني هذا كله 0.7 وهو كله أساسا 1، يعني هذا كم بصير؟ هذا المتبقي بعد ما نطرح 0.7 من المساحة الكلية اللي احنا عرفنا ان هي 1، فتصير الإجابة ايه 0.3.